عذرا يا رسول الله، كم نحن مقصرون بحقك. فقد طردوك من مكة، فقد طردوك من مكة أنت ومن معك، ورموا على بطونكم الحجر. فرغم ذلك يسألك ملك الجبال بأن يطبق عليهم الحجبين، فترد باسمك وعلمك يا رسول الله. وتمنيت أن يخرج الله من صلابهم من يوحد الله ويعبده. عذرا يا رسول الله، كم نحن مقصرون بحقك. فقد علمت أنك أدميت وكسرت رباعيتك، كل ذلك من أجلنا يا رسول الله. وأنت تقول بقلبك الرحيم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فمن بين أكثر من شؤون متنافسة كان هناك فائزان اثنان. نبدأ بالمرتبة الثانية، والجائزة كانت عبارة عن طاقم من الفضة، كانت من نصيب المتألقة مزيان هاجر. أما المرتبة الأولى فكانت الجائزة طاقم من ذهب، وسعيدة الحظ كانت ملكة الحفل المتميزة والمتألقة دوما البرعومة حاجة ظريفة. وأنسة سامية بغداد، لأن هذا نتاجها. صفحة حارة للبراعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اسمي بحجة ظريفة، المخرطة في الجمعية الولائية لحماية ضفاء الحياة. تحصلت على المرتبة الأولى في حفظ سورة لقمان بالأحكام والتجويد، وتوجت بجائزة الذهب. وأشكر والدي لأنهما هما من حفزاني على هذه المسابقة، وشكرا. الحمد لله الذي هدى وزكى، والصلاة والسلام على إمام كل من تزكى. قمر المدينة وشمس مكة، وسر الوصول بين العرش والقبة الخضراء والبيت المعمور ببكة. بعد الصلاة على الحبيب المصطفى، أنا البرعم بشيخ إبراهيم الخليل من بلدية عسخونة ولاية سعيدة. قد تكرمت اليوم من طرف المركز الثقافي الإسلامي صبيحة هذا اليوم بالجائزة الأولى لفرع الحفظ لعشر أحزاب، وهي الفرع الفئة الثالثة. ومن هذا المنبر أحيي الوالدين، أول أحد هو الله، ثم الوالدين، ثم الشيخ الفاضل، وشكرا. الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة أنا عاجز عن الشكر، ما زلت طالبة جديدة عند المعلمة فاطمة بن صابر. هي حابة تكرمني لأني طالبة مجددة، لسه ما زلت في بداية الطريق. بدأنا نتعلم أحكام التجويد، نحفظ شوية في القرآن، كنت نحفظ في البيت بس كان صعب علي شوي. كنت أتمنى أنه من زمان التحقت في حلقة التحفيظ، ولكن قدر الله ما شاء، والحمد لله أن هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بقالي 10 سنوات. كيف شفتي الحالة هذه؟ الحمد لله. في الحقيقة كنت خائفة من كلمة لاجئة، لكن من دخلت للبيت وشفت جيراني ابتسموا في وجهي، كانوا يبتسموا في وجهي واستقبلوني بحفاوة، وحسيت حالي اني في بين اهلي واخواتي، وزال عني هذا الشعور الحمد لله. وانا الان سعيدة ومطمئنة، وان شاء الله تكون الجزائر دائما بلد آمن مطمئن، وسائر بلاد المسلمين يا رب. مبروك عليك. الله يبارك فيك. معك أخلف أحمد، رئيس الجمعية الولائية لحماية الطفل. أحيى علي الذكرى ليلة القدر، وكذا يوم العلم المصادف ل 16 أبريل من كل سنة، نظمت الجمعية الولائية لحماية الطفل
مجموعة من الأنشطة، منها تكريم حفظة القرآن وكذلك تكريم المشاركين في المسابقة الفكرية، إلى جانب أنشطة متعددة منها مسرح وكذلك أناشيد لفرقة الإنشاد لفرقة الوصال لبلدية سيدي بوكر. إلى جانب أن العمل تاعنا اللي قمنا بها في شهر رمضان هي حملة الغيتان، الآن متواصلة حوالي 75 طفل مخزون خلال شهر رمضان، إلى جانب كذلك الدور المقرآت في حفظ القرآن. نتمنى